تعالوا نشوف تصريحات خاصة لرقم 10 من السيد ألبرت رييرا، وهو المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، عن مشاركته طبعا في مشاركة الفريق أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية. هنشوف كمان توقعاته لمباراته أمام اتحاد جدة، رأيه في احتمالية مواجهة النادي الأهلي. عارفين أن كأس العالم للأندية هيكون إن شاء الله يوم 12 ديسمبر، المباراة الافتتاحية هتجمع ما بين اتحاد جدة و أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الفايز فيهم هيلاقي النادي الأهلي يوم 15 إن شاء الله. خلونا نروح بعدها مباشرة بقى لفاصل ونرجع تاني نستقبل ضيوفنا الكابتن السيد فريد لاعب الاتحاد السكندري وسموحة السابق. ليس هناك فرص كثيرة في المباراة الافتتاحية، ولكن كل اللاعبين في أوكلاند سيتي سيبذلون كل جهدهم من أجل الفريق، ونحن هنا لنجعل الجمهور فخور بنا وكل نيوزيلندا. ومن الممكن أن يكون يومنا ونكسب، لا نعلم ماذا سيحدث. الاتحاد له قاعدة كبيرة جدا من الجماهير، ويطالبونهم دائما بالمكسب وأيضا بالأداء الجيد. سيكون عليهم ضغط كبير من الجماهير، ونحن أيضا سيكون علينا ضغط ولكن ليس مثلهم. هل كنا نتمنى مواجهة فريق آخر؟ البطولة كبيرة ومميزة، وجميع الفرق المشاركة من فرق القمة، ولذلك مواجهة أي فريق في المباراة الأولى ستكون صعبة. يضمون نخبة من أفضل اللاعبين الدوليين، عليك أن تنافس بقوة. أعتقد أنه لا يوجد فرق بين مواجهة الاتحاد أو الأهلي، نحن نعلم الفريقين جيدا، كلاهما يضم عناصر رائعة. نعم اللاعبون مختلفون، ولكنهم جيدين جدا وكسبوا دوري الأبطال في قاراتهم. هما فريقان في قمة السعودية ومصر. الأهلي فريق رائع، وكان بيننا مواجهات من قبل. لديهم قائد رائع هو محمد الشناوي، ويقدمون أداء رائعا في دوري أبطال إفريقيا، ويحتلون قمة مجموعتهم وفي قمة الدوري المصري أيضا. ويضم الأهلي لاعبين رائعين، في الوسط هناك أليو ديانج، في الخلف علي معلول ومحمد هاني، والمهاجم الجنوب إفريقي بيرسيتاو. إذا واجهنا الأهلي ستكون مواجهة صعبة بالطبع. لو أني اخترت لاعبا ليكون الأفضل بينهم سيكون علي معلول، فهو لاعب ذكي جدا، تمريراته رائعة وفي منتهى الدقة، خاض العديد من المباريات الدولية مع منتخب تونس أيضا، وكأس العالم شارك أيضا مع منتخب بلاده. بالنسبة لي علي معلول هو أفضل لاعب في الأهلي.